Masjidka Shiic Cali Suufi Shiic Cabdiraxmaan ayaa xalay lagu qabtay muxaadaro ku saabsan barashada diinta. Masjidkan oo lagu naaneeyo Masjidka Qur'aanka ayaa xalay waxaa aad u soo buux dhaafiyay dad aad u fara badan. Munaasabadda ayaana waxaa lagu dahfuray aayadaha Qur'aanka Kariimka ah qolkiyabe, waxaana halkaa ka soo jeediyay Maxamed Nuur Khayre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما محاضرتنا يا وحاسي وذجرة أسو جيري شيخ عمر قرويني يا شيخ محمود شيخ إبراهيم سولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لك الحمد يا مولانا بأن وفقتنا للإسلام والإيمان، وأدخلتنا مساجدك، وجعلت لنا نصيباً مما بعثت به رسولك محمداً صلى الله عليه وسلم. إلهي أيان محتعليننا سبحانه وتعالى أليه السلام لمدى النسيي وحوقا لسنا أليه النسي أنا محتعليننا سبحانه وتعالى السلام لمدى معانك بضن قفك إلهي سي سبحانه وتعالى وحو رقمة آن إجرين وحان إلهي كبرينا إنه ندعي السلام لمدىس إيو كلام كيس قرآنك إنه ندعي ميو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه ندعي ميو يا خير كي لقى ربحي أو لقى استنباضي كتابك يا السنة وفقه أما الأحكام الشرعية التي يدور بها الأمر يدور عليها الأمر أرنك إذا أكور يغنيو مركا رنتي ونعمة أدوين بضن قفك لمن فهمه الله عز وجل قفك إلهي قرنسيو ونعمة نعمة ودغنت أن يجرين قفك هنتي لها هنتي سوكو فرحا هدي مانت انتو بخار لها أما ميلغن عسي لها يسفع روك لسعطو مالك إذا مالك أسقى أيوك لسعته أيو حقا دوي لراد ويعني محل إلى ذا كسو حريه أسقى لهم فرحت ملو قال هيل مايو كي وشد له وساسه كله كي مضحتني مضى كرسي كي هلي ونوع عاسه كله ما ناسيب كير ير أيابا لسكو حيابا لكن قفك صاحب الدين كأ كاس يا فرحات ودن كاس يا اسكناتي لكن ما انت وحوغا هوس ودانو ابيتيت كي وحوغا نقول نغو يراضي شهيدي ايمانك يا عملك صالحه يا نغو يراضي ساس درتيت ايا محد مرتنا لك دريم لا يا فرح وين لك دريم لا يا نمبر ما انت ميلانك اقريناي nin oo chinese aha ah wuxuu intii muddadiisu ay jirtay oo umrigiisu jiray oo wuxuu ku mashquulsanaa lacag adduunka tabcideeda wa chinese la yaqaan allah ilahi ma yaqaanu markaas wuxuu ku mashquulsanaa lacag say soo xareysa wuxuu lahaa darawal asaga gaariga u wada wuxuu lahaa naag oo isaga maxaa la yiraahdaa naagtiisa ah nagu lahaa soo shaqeynayay u shaqeynayay u shaqeynayay u shaqeynayay adduunyo dhan isu keenay lacag baashi li jiro dhan isu wada keenay ka waa dhintay naagtii waxaa ku soo aaday lacagtii 9 bilyan iyo 800 oo milyan ay ku soo aaday naagtii darawalkii oo maxad asaga baabuurka oo jiray guursati laantii hantidiina gacanta asaga ugu shubtay waxa la wuxuu soo tabacayo dhan darawalkiisi ee tiri noowad hawshan noowad isaga dib u fakaray waxaan moodo jiray uu yiri ninkan in aanu u shaqeeyo ilaa asaga ay shaqeey jiray uu yiri ya ninka inta saxan moodo jiray uu yiri in asaga u shaqeeyo oo shaqaalihiisa ahay oo aan maxad marad ilaan إلا وحام بعنق أنا وبشغاله إلا أها نك ما ضحى إلا أنا وبها الله شقيب هكذا حال الدنيا الدنيا حال كده وسداس نك شقيب وسكو حرم مالن كذي إلى جينا إلى إنديا إلى ميلول إلى تركيا إلى ميلول بمرة وحوش شقينا يا ضد كلو سنهد قون أي وش شقينا يا عروتي صح تكلم ما
مرك بارك الله فيك. لكن إنك دين له ودينك إلهي سي سبحانه وتعالى دينك أقول ملع الله كأقول تقميه أدوان ملع الله وتقميست لابدين الكلام حرانا لدين هذا قف وحانا سيبصدي انتو عمرك تجره كد ذالي تعلمك إيو عبادة وركاسي وحبيانو محد مارتي نلقود بن ماشا ما شاء الله رنتي ونصيب آدي أدوين بدن مسكن يسقوا مركو هراء أول بقها مسجد القرآن شيخ علي سوفي رحمه الله شيخني ومدر الصومالي ودن شيخي ذا شرقا وغربا شيخه أها وانت أمدنا وانفعي أن الحساب كان مانت ميزان كيس يسارن تي مانت وحوينه هستا لا شك وحوين هذه دبضا أيه هستا فني أودن كان لقاقون أو تحسين كلام الله وتجويد كلام الله يضو إنسان جهرين وحم عن له جود أهان سوماري ودم بمل مل الله مش دون تفهدكتي يو إلهي سبحانه وتعالى أيو إلهي نو أديتشي مركز سواروري بلاد الحرمين إيو يمن إيو ميلو البا إيو مصر ميلو البا كاكياني هل كان إلهي أسوبية شبي وكمسكي سيمانت دان إلهات دان وات قرآن كلام الله لك آخرين إيو إساقو مجودا محسنا إساقو آه وات محارب تاني كبعدنا نور كماشن كبل لوضي صوماليا لن أكفى فيه والحمد لله هل كان مسكن وحن حسستا يدو كلام كاس إلهي سبحانه وتعالى قروح ذبدا شيخ محمد معلم عليه الرحمة والرضوان أو كأغريو تفسير كلامك إلهي سبحانه وتعالى أو كأغريو أو محد مارت أمضو يسر رابان سيف مركي قرآن كي تحسينيا لفظا معنا إني أتحسينيانا إلهي سبحانه وتعالى سجن أسوء ذي شيء ومضى نضد فربنا يا صمري شبراهيم محمد علي عليه الرحمة والرضوان سجنا إن بدن سيب مسك سيج عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم رواز يوم مال فربنا يسجون آديات وسنة النبي أكو أخرني ضد فربنا يا أمدن صمري ضد كسر إيمان توات جن أنتي وحكي قاضتي أنتي ودي بدنا وحتجي أيوب ذيهن ما أنتوا حارسًا محد مرتي ولي بقية أي ولي حارسًا ولي ضد شوقة وإله سبحانه وتعالى دينك سوى ذلك سدوا مركا وحن نصيب ماشي خير كاس وش على سوف كبلا بإلى ما أنت إنه شدني هي وخير كاس ومحد مرتي هول عيون واحد استاذ المسك نفتي شيخ محمد علي ما صحيح البخاري كبل العبي الى كتاب البيوع ايو جارسي كتاب البيوع ايو جارسي كبعض الشيخ اسك حانن صدي واختي ولي بعد ادق شديد او دغال حروب يا نهب يا بلاي صفك الدماء او ما حد مرتي وحويان على كل حال ما أنتنا وحى الحمد لله رب العالمين دورك وحى الجاري ضدك ستكدم بيي شو محمود خير بدل الله سيو هل كان كتب فربضا أو أنت صر نكود متل أيه أيه كأغري تفسيرك إن بدن كأغري هل كان مرة بدن كود مي لبشر وان هبا إني كبد نذو على جيابا كتبته حديث كأدنى قال مصدر الحديث كم ذوق أقدم بيبوات وساسها مركا أنت صن رواي السعودين وحنصيب لا أنت صدق لم جالس أنت فديي وحكم مغلي كل رغمي فهمي عاو حمار يسمركا مش أسر رئيسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتابك صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة
البخاري الجعفي وإمام المسلمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها إمام بخاري رحمه الله استنباطك ضدك أمدان ضدك لمبرك كواد أيها مركا كتاب كيسي وأصح الكتب بعد كتاب الله كتاب كيسي كتابك إلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتابك أسأه قدال كيس كتابك قصة حضا بضن قصة حضا بضن وحوق بضن قفك سو مسلم وأخذ وعيه حديثك النبي صلى الله عليه وسلم سيد أير هذه ذاتك مرك كتابك أسأل أرقتت وحويا كأنك تسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي محمد حديثك سمق الله يصير رون أطهي سيد حديثك أسأل ربي هاي وقلبي أقدقيه وسيدس وكتاب كاس صفات كاس له وكتاب لميده أنو جرين حقا محد مارتي سحادة يمركا لغا ايقو اي اقون تبا امام بخاري وها ايمدي اسلامك رقي علمدي سي مشايخ دي اوكاقاتي لمان تود ايو وضا قيرين انو اسوك وضا سر ايو لمان وحي او قيرين وحالي لدى علمي جرحي يتعديلك إيو علي المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني أي أوسري وأنا كي ليري إن الله عز وجل خلق علي بن المديني لهذا الشأن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ريب إلهي وحكى له ما أبو ريب مركز وإمام بخاري نقول يري ولقي ننكس أكتسى يعني ما أنا نفتي إذا كم أنا يرى سدى ويعني وح صغير أنا صار نقض أبو يري مرك أسق أكتجو سامر كورنين أسم هذا يعني مرك أسق أكتي سفر يستو وح أودين يكسر فكان يدرتيد أسق إساسها إمام بخاري وكسر مرة سدى أم حد مرت علي المدين نفتي سب أو شجعي رحمه الله أو يري يعني ما استفدت منه أكثر ومن ما استفاد مني انت انا كف ايديست يا كبدن انت ان محد ما رت اسوي كف ايديست اسغا ايغا قوم بدن بير فنغان حديث امام بخاري وانك اسغو يرو هل قر حتى اسو بخين او 10 يي وخر سنه او جرو ايو محد ما رت 7 كن او حديث او مع رجال كيس يا اسانيدس يا اسخلاف كسو غلا يا وخ ولبا او دوش كحفظنا شان تو مسنجير ايوها مركي مولغي سنين او اكفري سن او حديث اقرنيا ايو اكفري سنيا نينكي يا قلد غليا ورشيخ ود قلد دولي مشان سد مودي ما مهاجره كتاب ما يستها كتابك كركو اقرنيا موغت اورودو ديب ولابو كتابك ديب ولابو مركز ما حد غديلاد ساس ساس وي مشاني هاد ولي حديث كذا سن مقلينا ابو دحي كرتب مركز ساس ما هي واساسه كتابك كتابك دب ولا بنيا والله واسح ولي سيدي نكاس ونيو ساتك اوغات وحان حقتك انت ما فهميسا مركا سداس وها امام بخاري رحمه الله مخو كغاري ما انه قيل وقال ايو محد مارتي موبيلدا او فيسبوك ايو وحيابها لميدكا انو كغاري انت سان يري ايو خاص ماها بل وخو كغاري لبا اريمود ايو كغاري لبا اريمود اه إنه وقت جيسي ودن إنه دين تسيي إلهينا أو محد مرتك أقبلي إيوه عباده حق إلهي سبحانه وتعالى وربه إنه قتي حق إلهي سبحانه وتعالى وكلها أظن كنا ضو أنت سقار كم ذا سمايو إلهي سبحانه وتعالى وحو برقيا قلب جيسي أفقي سبع حكمة هي النور هي ونك هي كبرقيا مركا إمام أبي عبد الله رحمه الله وصحيح البخاري إمام كيسيئة وحيابها وكوكياري مركا مدمد الله شاكو ما أنت وحكو سفيسان مدمد مركا الله شاكو ما بقى محد مارتي أو ميشي سكياري ما بجرامبا حضيتها سلاة عبادة مركا يتاي وحدكو أغانيسا بشهر رمضان ما أنا أقول بها الختمو
ومجودة ما هصير أنا نقبل اللقين إنه معها أيوة أقرني هبينك تراويح المركز تكده دي مركز دتك الله تجاه نقولي هذيك الأذان وأي الأذان حقا في عنا صلاة مست يسوي مركز أنت محراب كيس تجو طبعا جزء أيوة هبين والبكت تكون أي كلي يسوي طبعا جزء أو قرآن أيوة كنت تكوني سد حدي هبين بعد التراويح تراويح الإمامك ولا دمست والله أقري ويعني وكده بتكدي مركز تجاهن دك أو هذا وقت يحصل دك وين ولا ين ما حد ما رتي جزء أنا قلت كنا أيه ما هين أنا وجزء هذا أنا ليا بنايبه وحكويني قلت كنا أيه مرة أنت محراب كيس تقو أو تبين جزء أو قرآن أو قلت كنا بس ما نكين هل جزء هبين كين مع الإمامنا حد ما رتي ما نكين هل ختم ما نكين هبين كين مع الإمام أيو تروح تكون أيه هذا مركز تبين جزء أو كل جزء تكون ساسي دتك هايين حلاش مرك اللي يقو العقى يا كلون تيبري حقا العقى يوم يلكوها المامي دور إنه ساسي كود عادي بجرت العقى تبو ويجي هدو أو صار لابتي العقى تيو مشي تالو قيمت إنه قاتو مركز يجري ويا كوشك تادي إني سنعين وعلى عقى تتوكل إني تاي وسكتي أسق أباهن مشي وسكتي ورشيخ تيري أو سو أنت إمزاي نوعيهد دراهيم سو دراهيم كان دراهيم منت وأيدي دراهيم وأيتها أو يا مكالية دراهيم هزتها ماشي بو وكتك على كل حال ننك هدي تيدي تانا نيلا ننك قط حلال بيوتها بيوري نيلا ننك عن حلال أيوت سلاسوها إمام بخاري رحمه الله لنا أول بمركة لأيقو ومضب سوق مسلمين تقولنا ساحين أيو oga geesinimada iyo gaalada la dagaalankeeda iyo dhinac wal marka leego waan ninka yiri waxaan rajaynayaa in maalin qiyaamo inaan nimaado anigu waligay qofna aan xan ana xaman kelimad xana ay safkay ka soo bixin oo qof aan ku xamanayo anaga maalin imsan aan cunaba xamba ka dara marka barakallahu fiikum dadka noocaas ah wax ilaahay ugu sahlay waxyaabaha ay gaareen كتاب كان هذا وصحيحة وذلك دونتان وحويان باب كست أبواب تيس كم ذا أبواب تيسو أكثر من ثلاثمائة أبواب من ثلاثمائة باب وكم دونتاي باب كست مركو رب ومحد مرت إنه بابي أوربو لبرق عيو تكون أي مركو هري أنت سوي ستو لبرق عتكدو باب مركز حديث يوحول بوسير عينيه كبعد هذا مركو كسر دمته هذانا بابن سدي وكل هذان أنت سوء سبوني سي وسدي أيه هذان سدي وسدي تكونية وتكون أساس قوية مركا وحويان إمام بخاري رحمه الله وحويان وضدك إلهي سبحانه وتعالى على كل حال مسلمين تا ملوا اللي بيجوا جنب يزبن والبابا إلهي جعله سي سبحانه وتعالى رمان الجعليين أي كُتَّ علي إلا ده ده محد ما أرتي دينت إلهي سبحانه وتعالى رافض ضد أكله شيعة الرافض ضد أه وحكي نعبيهم بخاري يا مسلم يا أي ماذا تحديث كلام أركه لأن محد عي وحويان وحي بين أبورك النبي كوب بين أبور الله هين أي الباب كريان أي الباب النقدين أي كحيرين باب كي كحيرين مركز هذا صحابة النبي محمد ضد دين وعي وعائشة الصديقة بنت الصديق إيو حفصة بنت أمير المؤمنين وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم إيو زوجات النبي جودهان إيو صحابة النبي كبار الصحابة سيد أبو بكر يا عمر يا عثمان يا ذات كفا كان وايين وعاية موحي دينيا بخاري مي دينيا هو ميا لقم بيا بتاس مركا قولة داس قفك عايان ومحيد مارتو حاوي قفك سابا وابا وابقفو ورقسن أيو بقلو بيهيب وسائر المبتدعة مبتدعة أنا ما أنتوا زمن كسوا نوع عز هذا قارو حجرا أيجي لا داشي وده كنا تشوجا كواس وح يسميجرين ينعبان تدتك أهل خير كأ يا أهل علم كأ يا أهل محد مرتي وجهود مباركة إلهي سبحانه وتعالى ما أنت ذا نوحان كواس رتوح للشجع وملحبة
وحلش لكن إن لبرارجو ولا محد ما أرتي تفضلوا قالوا بهية ما أنت بده وحصا قري أسوأ وشيء شعب درجش على سوفي ولي جس إلهي وكلام كس إلهي أدرى وما دورن مسلمين تربو أي أخذوا عين قردي س يتوسنتي س يوناجي س يو أنت أو محد ما أرتي ماذا ما أنت سقري مثله مثل اليهود أي سقري ما أنت ما أنت مثله مثل اليهود سيد عايدي أو سورة الجمعة إليه كشك مركو يهود كشكيني حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا كلامك إليه واسدهور لكن خلاص هذا كلامك إليه أديدي ويكلها إنه محد مارت احتفال كنابك كغب أديدي ويهي خلاص مثله مثل اليهود يعني قفك الجرأة دي سفيري ما شاء الجو شكي بحويان كاسه ده ونوع الرافضه كله اذا انتكم مبدا او نوع عسقبان لا اشك ان يهين ودد لان الرافضكم حكو حماده دد اهل الله او وناغسن او صحابتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم حدد كلامتك ايو عايا او وخ كشيغا او دلعيا او كبن ابورتا او وخرب او يرهدا قف على قف كده نوع عاسك الكل رغم دهنا يجايو يجايو محد ما تلمي ديه وحو دام هبا يرى تلما أركو هدوب الدين هو الدين وازع ودي ده شيء وازع أو كهرية إنه ضد كاس ونكسن وأهل الله كاس إنه محد ما رتي وحكش يجو هدوب وازع ويودي ده هدوب ويرن كاس وركجوك سيرك هدوب ويو كاس محد ما رتدي وحويان و أنا ورافض رافض إني أكل قهوة رافض أني أكل لأن رافض هذا واحد كلامها ما دام أي نوع عسكو تخصين يس عيد يسحبت النبي صلى الله عليه وسلم أيام حد مرتي أن ننعس أساس يكون قدام مرك جزاكم الله خير مرك حنلاقي هاي أرمها سكر دين كذا واحد كبرته لكن برشده سي وبال أي يكون قطع واحد براني سيس وبال إذا يكون قط باس يسكن قن حساب دشي إن علمت فما علمت فما عملت أي ذنبيسة وادبرتي ما حد سميسي صدق حدين وإله سبحانه وتعالى ونبي كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أول من تسعر به من النار ضد نار تلقوش ذو والقهري وحقهري يبيري نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة صدق بقول رئيس وانك عالمك اها ومغرق اها قراءة قرآنك واغريي محد مارت لكن فساد يفزق يوم محد مارتي لحوم الناس لحوم المسلمين انو اسكا محد فهمته ايو ظلم حرمت وكجوك سمويه ايو ننك مجاهدك اها وكوك قبق قبق نفتي سياسكو قوبتي قالت اللد قالما انو دينتو ايو ننك هنتي لها أها وهنتي ديسا وضول بو إلهي رالي كي يكب حيي دحاسا أوه رسول النبي صلى الله عليه وسلم دو نار تلقوشده عادنا الله منهم وهل سوي مركز ميدو الباب أوليهي نعمتي سأوليهي وأكون نعمي أدونك يو محاد في مقابلة نعمتي لك محاد سميس إلهي يو علمك أيام برتي قرآنك أيام أغريي أدي قدرت أيام ساسوي يالي هيقول بين أبو رندرت وما أدين يلين وحارت إنه يقول هذا عالم وحارت وما ديا بكابد بادو يس مسلمين تيا بكابد بادو وين قال نارته مركز النارته أنت لقط اللي قلنا نارته لقط هرية وهكذا أنك هنتي له وهنتي تسي بحنجري منفقة عنده فرناء محل جوي إلهي درت سال جوي إذا كان نارته لقط هذي أنك أو محد نارته حويان جهاتك كل أنت إذا قلنا او في معركه الكفار كل انتي اسغنا ما حد سميسي وحان سبي الله ديقي ادي درت ابخي حتى استشهدت الى شهيد ان قضبا بين بين بد شكت اني درت ام ادي يلين وحرت ان لو يراد ان كان وا جيس ان لو يراد يا ربتي وانا لو يري قال نارت علمنا الى اساس كما دغو الى وحن كبرينا سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه انه الى سبحانه وتعالى علمنا اساس وسخدغ ويلغا إسرائيل علي ذات أهل دينك أهل دينك
أدو متقان ضدكن إلهي دين تاريو برتين أو دين تام بريبة يقان إن الفرح قاطف هذا أسخلف سنتين هذا أسوافق سنتين هذا قريب كاجي جاي هذا بعيد كاجي جاي هذا الركوك للجرتان هذا وح والبتهين واحد إلى سفرها قاط إلهي درت أضاف هذا نعم وح أو محقق أو منكر أو منكر هذا منكر هذا حزب هذا ما هي إنه منكر كي وحني كي يجمس هذي هو منكر وح منكر كعلامات المنكر شيء منكر كحرامته وضوء وضدك حرامته دكوا شجان علاماتك وحويا نص صريح وكنت سابسا ماشاس أو خاص إنه كسو أروره ويكو إن علماء الإسلام سلفا وخلفا يكو إجماعا شيء إنه حرام يعني إنه يكو إجماعا أما مركزك بعدي هدي أنت سلقوا نص صريح من الله عز وجل من كتاب الله أو سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم هدو نص صريح أو كعد ماشاس هذا كل يمد هذا مركز حويا وأرين مجلس عضوي هذا لو علماء الإسلام ما كل إجماعين هذا كل إجماعين استجنا وهذا كل إجماع ويان وعند إمام أو واحد حرام كيهن وعند آخرنا حرام إنسان هين هذا الإمام كس رجس كمتعي واحد هو حرام إن أسكتير هذا لكن حرام صميس حتى كم أدي كرتيد نينك كلو سيدك كلو قبي ماشى علماء ولسه يعني وحويان وحاضر ما أنت ماشى أرنك أو مريو نينا يعني ضائفة أو كتير سيني يا واحد حيوي قنن مثلاً حرام أو حيوي قنن بدعة حيوي قنن وقلا ما أصفيرن علماء الإسلام كسلف محي قبين مسألة لين مكهد لين هذا كهد لين محيد هن هذا سكهد لنا خلاص هذا سكهد لين ما بقي سكهد لين كبعدي أي مدي خلف مركز بعد محيدهن ووضدي سلف كل جوجين محيد هذين هذا كهلن واقص هذا سكهلن هذا سكهلن فعليك أن تتكلم في هذه المسألة إسقاب إلى المركز هذا كهلن بقى نينكي سمية هذه كتسقول في عنين فرقة صحة هذه نينك على في عنتها إسقاب متيس هذه ميا محد مرتيا كوسو جوجينية إلا وحيابها الشيء كان إنه حنية لوجرتها ووضدها وضدها ده كهذا سحران طيب ما حد كقرن إذا مركز مرك بارك الله فيكم ان علم واحد ربا انه جدك ودد جدك جند انو ريدو ايا هبون جدك جند انو ريدو نغو هنونيو او سي حديثك ابو هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره كيمد او يعني من سلك طريقا يعني الى العلم علم يقف جد او كبرن يتعلم به العلم علم او كبن قف قاده سهل الله له طريقا الى الجنه علمي قالوا ده واحد لقربه إنه وسيلة دي شنادة تقول له إنه كون نقطة واحد شنادة أقول دوان لهيد وليك أقرر عليه نقول لها هذا أدي وأد ما حد ما أو سون كون نقطة سون هذا لقضيه دكون نقطة وهلس أو ضد أي كلوميان أو ما حد ما رتي يعني وكذب مبيع سكن فتيس مرك جزاكم الله خير واحد ربا مرك أرن كأسقى إن أو ما حد ما رتي لقوا برارجو علمي عن حديثك وعلم شرف بدن علم آدي هذا شرف بدن علم كشرف بدن كتاب الله هذا الإلهي سبحانه وتعالى تفسير كلام الله وعلم آدي هذا شرف بدن ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرح هذا فهم هذا فقه كيسة هذا رجال كيسة هذا ألسو شغليه وحويا ضاعد إله الواضع هذا قف إله درت ولجهده وح إله الواضع وح أقوه الرئيوه إن مرك أرنك صرت الجودة دالو أو كتابك صار آخر سنة يو إن أن كلية دين إسسينو أنا قدام إن أسوه بينو أو كتب تاسع أسوه بينو أو أمر دقيسنو سوى عنو دقيسنو أيه دقاسة كانوا إنك عمل فلنو حديث كمشس أتك محد كم قشيت إن هذا النفط هذا كوت هذا بيقشيت نفط هذا إن المحي كوت هذا بيقشيت أو تكوير جلست أو آت ترادد الله إله وإنا نفتي ذكوء الدومية وحكى لبا محد مارتي مقصود كتعلم كبا وحويا إن علم قاس أنكو عمل فلو وأني وقا ظاهر وأنو كو أول من ينتفع به إن أني نغضب قفك كو انتفع قفك وقهر رأي إن أني نغضب ساس درتت إن أنا محد مارت ساس مركز تكو عمل فليسا فضلي كاسو حديث كاسو شاقي أذكار الدوية وآخر سن هدو السنة شاقي والسنة دي واتكونيسا هدو السنة شاقي والسنة كبات سوميسا
هذا أودي كرتيد وأسن دبته كونه غين وحكر كان مانع كله أنا وكوق من هذي مانع كله وأسن كوق من إنا حد مرت أديق أثير جلست كبعدنا ضدك أثير برتت وضدك أتقصي مرك أنت هسني يدي يدي إنا برتت بالربع حديث كمرت برني النبي صلى الله عليه وسلم قف كبرني وحديث النبي كبرني صلى الله عليه وسلم وقف مال أدي يا دوسر هيسب شوقة إنه مرك أدب كبرت الربع أدب تو كبرنيه وحويان إنه محد مرت مركو إلهي ولجيه ذك بعدي وقت يسب إنه سيو إنه قراء الكيسة هاجيو وقرأ يدقيس كيسة نسخوي ونس إنه صح سلسلو إنه فهمه وحجرن وإنه الله لابته شيخ وغري يا ما ضلبت إسراء آخر السن إنه كتاب كل عشده وحبدا كل عشده كل عشده كل عشده كل عشده إلا وزير الله إله مرد ما إلا وزيد إنه لا وزير هذا ساس الله إنه مر والبا كل عشو كل عشو كل عشو كل عشو ما حد مرت هذا قفك ير يقفك وين يقفك صح حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أد وسهلية هذا ورسولك إلهي بنوصل درين وجهل قبل نقص عربة هذا وحمد حديث كان النبي لب بدن يحي بريبا مد قلوينا ما حد مرت عن مر هذا صدق سنة يكور بلقي جو قبل عن كتاب عمدة الأحكام يحيى بن رب اللهون نين أيه بحور شخو دتك هو أغرني نه فقه وأغري دتك فقه وأغري يا هو أغرني حديثك ومحان عي وحوري حديثك لم فهم كره حديثك لم فهم كره بروح عري والنبي إلهي صادري موح إلهي نصادري رسول أنا فهم كرين ووركس أنا فهم كرين وأنا قد أدعين وأبدا مركز وحور مايا بلغديس يا هير سرا بلاغتي مركا حير علماء كرو فقه نفتسو ايغو ما هي بلاغه شخكم الله ان ما ونو حير النبي واخ قال دحياني خوغا ان محد مارتي اوردو ميشا كسدوي واخبا قال دحيه واخبا كوغو جيري او محد مارشيس بل النبي الله سو قاد انت وركن انت اسك دافتي هذا بس لا ذايبه مركا على كل حال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فريسه الله فريسانيو او لو فريسانيو واحد يعني صوره سانيسا أدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفضه إلا وأنا وهذا الكيس أحد مقصد إمام مالك ضدك أول لبناني ودرجات سر الدين تكجاري إمامة الدين ضدك جاري وضدك حديث النبي وينجري يا النبي قبل صلى الله عليه وسلم إنه النبي كله وينادو آدي أدخله وينادو مركز النبي ما قيس ما قشوا إن النبي خصلا صلى الله عليه وسلم أدخله وينادو أقلب وقدر وين كل هذا جليل أكو هذا صحابتي سي المحال إلى ذا يين الله أنت يسقى حرير لي على تي لما أنت ساس يكون نقدان ثم ضدك دينك فافية وحيابها سيهدب أن شيئني علماء ذاك لقى قدسن ونوع دونها كمد نقداني إني كان نبض قلان وأتكو ديسيت دينك سدرتيس يحديث كالنبي صلى الله عليه وسلم انت هدو وحا قدن أذي قدن بإلهي كو عرولة هابا انت محد بإلهي أنه تقول دقاله حكا شقين مرك جزاكم الله خير ساسن إن الله برتو مروا البنى وحيابها وحلق برتو حكم إذا دعاء ذا وأد محد ما تدري عيسد مصنف كتاب كصنفي يا شيخ كوا غرنا يا يوم محد ما أنت حق قوله لما أنت علماء الإسلام جودهن إن أدري عيسد وأد إلهي بريد إلهو ضاف إلهو درج كرمر إلهو محد ما أنت إلهو ساس إلهو لا شك إلهو كوف ضينا سبحانه وتعالى وإلهو كوف ضينا ووح مجرب أه وأنسوا جانوي وإلهو كوف ضينا سبحانه تدا أنت سميت عمل كأقول حقها كسيني هاي وحاجة سلمشكم هينة مرجع جزاكم الله خير مرجع على كل حال وعلى رباين محد علم جيلة تعظيميو أهل كيسة لتعظيميو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عاوة أو أحدا بشاء ربيع الأول نأي لباتن تهي كون أفر بغل أفرتني أفر تاريخ تسوحا هوس إيمانا يه أو كوبيغن لحي طوانك أكتوبر لباكون إيو لبي لباتنك إنك سوئيغ نظام كودا دي الله في ريو ولشان يتوان كأي سعطوه لحيتوان أن لقارين كما قصبانين إنان شاكنوه لكن وحيكو تسيسا
سان أجبني إن تاريخ ذيني لفهمينين إلا تاكل إلا لشيغو مرارك قاركودنا لغا هور مريا أيدي بمارت مدانتا إنتا لسيو تاني لغا ديغو دبكاتور إيو تاسو كوبيغ وكرنو غرون كان كالانا وابا حذفا أيضا نوخطك كسارابا مرك توفيق الله نوافجيه مرك بلانتين وحي إهيد فسحي كتابك ورمرك النور دبادي يسافر كدب إنان عاو درسيغين بلاوانو عطسي أرديدا حقود كيميد شيخينو مرك كتابك ورؤو دمادي أول وحان اسكوغين كتاب مركو بلاوما أما دمانا يدردارا إيو محاضرة إيو إن لغا هرمري أما لغو خاتمو مرك تاسي ما داما تي هوري أن شيخ الدين كلهين أرديدين أي رهدين وانا لكو قادة إعلامك كتاب ما ودا ودانو مرك عاو إن محاضرة لغا ديغو أيا مارت عطسي أرديد حقود كيميد وها شيخان هوران دين أغلهينو مرك دينتين وكا قدنينا عطسكي أرديدنا وكا جوابينا عاوها لغو كتابة رادسادو هبين دنبانيكي مرك يرى هذا ونين هولكالو ما قموي مرك إن شاء الله تعالى انتانا بلاوين وحانكو بلاوانينا هلمان هذا لكم مجري هورتو هورا قابتانا إن لحسوا واهل مامي وكعذر دارنا ومسجد كي بركيسنا مسجد القرآن الكريم مسجد الشيخ علي الصوفي رحمة الله عليه إلهي أنتي لستي وقفتي عمرتي ماديا معنويا أحياء وأمواتا الله كأجرسيو أنا لاب فيو إلهي إنو نسيو إلهي إنو نغو أنفعه علمي مرادك اللي يهي وإنو علمي نافع النقضة مركا دردارا كيسي إخلاص كاها إنان قعنت ميدي كوقب سنو إنان مارتي دادال إيو إنتي أن أودنا إنان لا إيمانو هدي أساقا لحي طوان سنو إيو تضحية إيو إخلاص إيو حلال ميرشة إيو دادال أن عادي أهين انتبحي يا إلهي سبحانه وتعالى قبولك أوسي أدو دمرك وقابين يا لكن إلهي هكا أركو ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم مرك إلهي سبحانه وتعالى خير نفط هذا كتوسي أو أنت أدمرت دلال لا إيمان كرت لا إيمو وحلا برتنا هذا وحقيقي مبذن حديثك النبي صلى الله عليه وسلم يو كتابك إلهي وشرحه يو حديث كاس يوحي علومه ولا غلط رح بحي نصيب درد هذا المسلمين تهيساته نين هذا سو إلهي عز وجل إنه وحزيات سده يو دعوة حقا علاقة الله يشي إلهي وفجيب أحوال مال النوب بيامين يمرك وحويري شريف عبد الرؤوف حفظه الله يا أساق يويل كيسيو إسلتا أغنو انتقبتو أحواشك قادي هاي هذي قواب ألغو أرخاي نين كان وريسان إنه أكادي ويري ويل كيو وحوي دي ما عندو أبو هريرة ما تقعنا ويري مركاس وحوي جوابي تيمكو عيارة تيمكو عيارة وحو لاد عيارتو لاد وحو حفظي سنية هاي قالوا إسان إسكرير أهين إسكميدب أهين وحا حتى كجير كوا مر لو شيغو لا يري ما أكتهي داد مدو إنا كتاغيران مركاس في هدان أغهي وحمدو إنا إتاغيران بنوري ومعيار الهين با مساسا أوليتا داد مدو إنا إتاغير سنهين أدنو حكا مريسا ماشي مركا تيم كو عيارا يور هدو حتى عيارتو كميديا زيرا ما أهانا وكوا مارتي نادياشا هوسو كميديا ودادك عانكا وكما جرو يكاس مركا وحا لبرتا مركا وحا وقفي عن وددك إلهي عز وجل وبركيي وأرق وضع مارتي لغو هنوناي مغلق وضع إيو أي خيرها مارك إلهي عز وجل إلهي إنان مارتي على أقل إيا لنون دح جوغنون كو دح جرنو الله نو أديك سدو إنان مارتي استقامة إيو مارتي دال أن لا إماننا والغ مارمان حنب إيا حيسبة ويدا عاني سومالي دو تراه دا مارك إنتا سو تورنو هدانا أن كلاد dhoomano dhaqankaas inuu naga baabo ayaa la doonayaa Allah nagu irsaaqo miiraaska nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta waxa qalbiga ku xanuujinaya masajida tafsiirka lagu aqriyo tag meelaha xadiiska nabiga lagu hayo sallallahu alayhi wasallam tag
suuqa dadka jooga iska daawada dad xoga shaqeeyaan la leeyahay dadka ciyaaraha iyo meelaha maalaayacniga jooga ayaa ka camiraad badan masaajidi ka camiraad badan Abu Hurayra suuqa inta tagay radiyallahu anhu wuxuu yiri war maxaa idinku dhacay dhaxalka nabiga sallallahu alayhi wasallam masaajidka lagu qaybinaya dhaxal hadii la sheego xoola la mooday waa la soo kalayaa masaajidka la yimid marka nin tukanaayo iyo nin wax aqrisanaayo iyo waxba waa laga waayay waa loo soo laatay maxaa noo sirtaa la yiri oo maxaa kale nabi maxamed laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam cilmigaasi cibaadadaasi iyo khayrkaasaa laga dhaxlay marka dhaxalkii nabiga sallallahu calayhi wasalaam waa agoon sunnadii nabiga sallallahu calayhi wasalaam maanta waa agoon qur-aankii kariimka ahaa waa agoon diintoo dhana maanta qariib ahoo agoona oo u baahan hiil u baahan يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله تاجر يا شيء إله النقه وح وحلال يا باه أضيال يودد حوا وحاجر ده هي أنا ووينان يهدانا ووينان لهين وبران لهين وحن أقنا هي سوالفه ودم هذا لو قحيوا الآذي لحدن جر أو ويل هو مارت دمر الرقبة له ayaa waxay barteen af aan ingiriisna ahayn talyaanigii la maqmaqli jiray iyo wixii aan la maqmaqli jiray waxaan waligoodba aysan ayaa intay tageen ay maanta danish iyo waxa lagu hadlayaa afaf kale lagu hadlayaa markii hadalkii Ilaahay Caza wa Jalla hadalkii Nabiga la soo qaadanay sallallahu alayhi wasallam waxa la leeyahay arabkaana weynaaday marka Israfil rahimahullahu ta'ala ayaa wuxuu dhigi jiray oo roodhiga kama weynaade ma kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu ka weyn yahay intaad rooti carabkaagu inuu cuno uu karo quraanka waa baran kara xadiithna waa baran kara islaam baa waxay tiri ninkan feeraha weyn leh gabadhayda kama dhali waayine agara ku jirto meelna loo soo jirana ma taqaanid nin baa wuxuu ku dhimanay maanta sida geerida ay u badan tahay loo dhimanay waad aragtay marka masjid uu ka yimid iyo masjid uu socday iyo masjid uu ku dhintay iyo jar asoo ciyaaraya iyo asoo fadhi ku dirir fadhiya ama asagoo maaragtay meel ciyaara jooga kala qurxoon geeridu waa mid kulli waa la soo doonayaa meel fiican hana la kasoo doono waari mayne war fiican hanaga har war hanaga war ha ka haraal ila laag war haduu war fiican noqon waa eberi noqonaysa munaasabadan ayaan loogu gogol xaarayay bilaabashada kitaabka saxiixul bukhari ka oo caawa ka bilaaban doona masjidka shicli suufi kitaabka saxiixul bukhari waxaa lagu tiriyaa kitaabada ilaahay soo dejiyay midka ugu saxsan marka laga tago kitaabka qur-aanka kitaabka waxaa akhrin doona sheekh maxamuud sheekh ibraahim suuley